السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد على لعبة الروب كومباني. طبعا أنا بهذا المقطع راح أشرح لكم على الشخصيات وشو ميزات الشخصيات وشو البركات تبعية الشخصيات. بس قبل ما نبلش بالمقطع، لا تنسوا الاشتراك بالمقطع لو عجبكم المقطع، تحطوا لايك وساووا شير ودعم يا شباب، وبتشكركم كتير على دعمكم بآخر فترة. وإن شاء الله معاكم نوصل للألف مشترك وأكثر إن شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. طبعا حنتكلم على لعبة الروك كومباني، هلا هي حاليا بطور البيتا. انا كنت العب اللعبة من وقت ما كانت في الالفا، وحاليا هي اللعبة من شركة الهاي ريز كومباني، وان شاء الله اللعبة قريبا رح تنزل اللعبة كاملة. منبلش معكم بالشخصيات. اول شخصية طبعا انا حكلمكم على الشخصيات كلها، حيكون في خاصيات او بيركات مكررة لكل شخصيات، يعني ممكن اعطيكم واشرح لكم عنها المره الثانيه وقت تطلع ساوي لها سكيب. طبعا كل شخصيه بيكون في لها ابيليتي معينه. طبعا هي الشخصيه الابيليتي تبعيتها اللي هي الانفيل، الابيليتي تبعيتها انه في عنده الدرع، لو انت حدا عم يضرب عليك او هم اكثر من واحد بوشك تقدر تحط الدرع بوشك حتى ما يقدروا يصيبوك. بننتقل لللود اوت. قبل ما نروح على اللود اوت، طبعا في الكاستمايز، هذا راح اشرح لكم عنه بشخصيه واحده، بس طبعا تقدر تسوي كاستمايز او تغير بالوان الشخصيات او الوان الاجنحه تبعك او الوان الاسلحه، او هون اشياء انت بتساوي لها مثلا سبراي او الرقصات. طبعا هدول كلهم هيجوا بالباتل باس قريبا، بتقدر تسوي لهم تغيير. نروح على اللود اوت. طبعا كل شخصيه حيكون في لها لود اوت معين، هذا ما بتقدر تغيره. كل شخصية بيكون معها يا اما شوت جان ورشاش، او رشاش واس ام جي دي ام ار حسب شو الاسلحة، وبيكون معهم الفرد او البيستول يعني، او ريفولفر او الرشاش، فرد رشاش، وكله بيكون معه الميلي ويبن واثنين جادجتس قنابل او سي 4 والاشياء هاي. هون حتلاقي البركات لكل شخصية. طبعا البركات انا حشرح لكم عنهم بسرعة. لو انت استخدمت هذا البريك اللي هو الشيدر راوندز، هي وقت تنزل على المعركة وانت حاطط هاي البيرك للشخصية، بتعطيك دمج اعلى اقوى للسلاح اللي معك او الاسلحة او الجادجتس كلها اللي معك، بتساوي دمج اعلى، وكمان بتنزل مع امو اكتر للاسلحة. اما يلي بعدها طبعا هاي بتقدر تساوي انت ريلود انت وعم تركض. هي بالحالة العادية انت وعم تركض ما بتقدر تساوي ريلود، او بيتكنسل الريلود لما تركض، بس لو عندك هاي البيرك هذا بتصير تقدر تركض وتساوي ريلود بنفس الوقت. اما البرك اللي بعد اللي هي الهيلبينج هاند، طبعا هي بتقدر تساعد النوك اللي معك او الشخصية التانية اللي معك بالفريق، لو هو نوك بتقدر تساوي له ريفايف بشكل اسرع. اما البرك اللي بعده اللي هو هاد، من القنابل او اي شيء متفجرات بيرموه عليك، انت بتاخد نسبة دمج اقل، بدل ما تاخد 100% دمج لو انت حاطت هاي البرك هاد بصير عندك الدمج مثلا 80% بدل 100%. البرك اللي بعده اللي هو الهيد سترونج، هذا طبعا بيكون درع، في بعض الشخصيات يمكن 3 او 4 شخصيات بيكون معهم دروع، بتقدر تشتري الدرع ويمكن 10,000. بتقدر تنزل بدرع، بدل ما ينزل بتنزل على الساحة بدم 100 بينزل 125. اما الخاصية الاخيرة لشخصية انفيل، طبعا هي حنلاقيها مكررة عن اكثر الشخصيات، لو انت سويت نوك للاعب اللي ضدك بصير وقت اللي بيطلع فيه دمك بيرجع للمية بالمية، بصير بوقت اقل، يعني بدل ما يرجع دمك بعشر ثواني 100% يمكن يرجع بخمس ثواني 100% لو انت مستعمل هاي الخاصية. منروح على الشخصية اللي بعدها اللي هي تشاك. طبعا شخصية تشاك الابيليتي تبعيتها، لو انت صار لك نوك وما في حدا معك او كلهم بعاد عنك او انت لحالك باخر راوند، بتقدر تهيل نفسك عن طريق الابيليتي تبعه. يعني لو انت نوك وما في حدا يساعدك يرجع يوقفك، بتقدر انت تطلع الابره وتضرب حالك ابره وبترجع توقف لحالك. بنروح على اللود اوت. مثل ما قلت لكم هدلون الاسلحه تبعيتهم، نحن حنركز على البيركات. هذا البيرك اللي نحن تكلمنا عنه اول شيء عشان يعلي الدمج عندك. وطبعا في البيرك اللي بعده، هذا طبعا لو انت مستعمل هذا البيرك انت ما بتبين عنده مع الخريطه، يعني لو حدا كشف الخريطه او كشف اللاعبين انت ما حتبين لو مستعمل هذا البيرك. اما الخاصيه اللي بعدها هي بتساوي لك لو انت مستعمل الستالكر، اسم الخاصيه طبعا هون حيطلع كل اسم كل خاصيه كل بيرك اسمه حيطلع هون. لو انت مستعمل هاي الخاصيه طبعا
بصير عندك الايم داون ساوت داون سايت بيكون اسرع، بيروح البطء يلي فيه، بتصير تايم بشكل اسرع، هي مثل ما قلناكن عشان تساعد بشكل اسرع. اما هاي طبعا الخاصيه هلا حتشوفوها كمان في اكثر من لاعب حتكون موجوده. طبعا وقت تساوي داون لانمي او تساوي له نوك بصير عندك الامو بيرجع 100%، يعني حيرجع السلاح تبعك يتعبى. مثلا اذا قلنا في مثلا المجازين 40 انت طلقت منه 20 ونوقت واحد حيرجعوا 40 طلقه، هي شغله. وتاني شغله بتنزل وتنزل انت بالسلاح بتنزل على المعركه حيرجع يساوي لك ريسيب للعدد الامو اللي معك، يعني حيرجع يعلي لك عدد الامو. طبعا اللي هي هاي الخاص سوري اللي هي هاي تكلمنا عنها، وهي طبعا مثل ما تكلمنا قبل وقت انت تساوي نوك الهيل تبعك بصير اسرع من المعتاد. هذه بشكل عام خاصيات شخصية تشاك. ننتقل للخاصية اللي بعدها اللي هي خاصية الشخصية اللي بعدها اللي هي شخصية دالاس. طبعا دالاس عنده الخاصية تبعه او الابيليتي تبعه انه هو بيسوي ريفيل او ببين وين اللي ضدك واقفين، يعني مثلا بتضغط الخاصية تبعه وبيطلع عندك على الجيم نفسها وعلى الخريطة وين اللاعبين، لو هما ورا الحيط بيطلع لك لاعب بلون احمر ورا الحيط، يعني بيكشف وين اللاعبين. بننتقل لللود اوت، هي الاسلحة تبعيته. اما البيركات طبعا هي البيرك هذا حيكون يعني وقت انت تستعمل هذا البيرك انت وعم تمشي ما بيطلع صوت، يعني ما بيسمعوا اللي ضدك صوت الفوت ستيبس تبعيتك صوت الخطوات لو عم تستعمل هذا البيرك، بس لو انت وعم تركض بيسمعوا صوت الخطوات. هذا البيرك بيستعمل بس لو انت وعم تمشي من دون ما تركض. هذا البيرك طبعا مثل ما قلتلكن بيخليه يركض ويساوي ريلود بنفس الوقت، هذا عشان يسرع الايم تبعه. اما هاي طبعا لو عندك هذا البيرك بيساوي الريجينيريشن للهيلث تبعك بيساوي اسرع، يعني مثلا لو الهيلث تبعك انت اتدمجت وطلعت من المعركة او يعني قتلته خلاص مش الحال، بدل ما يرجع دمك يعني 100% خلال مثلا 10 ثواني بيرجع 100% خلال 5 ثواني، يعني بيسرع لك وقت الريجينريشن للهيلث، وهذا الدرع مثل ما قلت لكم 25% زيادة على المية اللي معك. طبعا هي كمان مرت معانا يلي هي بتساوي لك ريسيت للامينيشن تبعيتك للامو وبيرجع بيعبي لك السلاح من دون ما تضغط ريلود. هذه بشكل عام خاصية دالاس. اما الشخصية اللي بعدها طبعا ديما، هذا كمان هو صراحة من الشخصيات المفضلة عندي. عنده الابيليتي تبعيته انه عنده قنابل، طبعا تضرب قنبلة بتضرب بالارض بيطلع منها شظايا، كلهم هدلون بيعملوا انفجار كبير، كل شظية بيطلع منها قنبلة كمان، هي الخاصية تبعه، خاصية كتير حلوة وقوية. اللود اوت تبعيته هدلون اسلحة تبعيته والقنابل، في قنابل دخان وفي قنابل العادية. اما البيركات طبعا هدلون تقريبا كلهم مرقوا معنا الا هاي مثلا. هذا البيرك مثل ما تلكون الدمج بيعلي الدمج لأسلحتك، هذا البيرك بيخلي انه تساوي ريلود انت وعم تركض. اما هذا البيرك طبعا لو انت حاطه وعم تستعمله بيساوي لك الريلود وتبديل الاسلحة بشكل اسرع، يعني بتقدر تبدل سلاحك بشكل اسرع، بتقدر تساوي ريلود بطريقة اسرع. وهي طبعا مرينا عليها اللي هي بتعطيك الجنريشن للهيلث تبعك بيرجع بوقت اكتر، وهي عشان يرجع يساوي لك ريسيت للأمو تبعك ويعبي لك سلاحك من دون ما تضغط ريلود، وهي عشان تساوي لك الهيل بشكل أسرع، يعني بيرجع الهيل تبعك 100% بشكل أسرع. هي بشكل عام على شخصية ديما، اسم الشخصية ديما. الشخصية اللي بعدها حنتكلم عنها اللي هي لانسر. طبعا لانسر لو انت عم تستعمل هي الشخصية الابيليتي تبعيتها انه هي بتقدر تساوي يعني كتير كتير فلانكات، لانه طبعا عندها الخاصية وتستعمل خاصية اول شيء بتصير سريعة، تاني شيء ما بتطلع على الخريطة، تالت شيء ما بتسمع صوت خطوات، يعني كتير منيحة للفلانكات. وبتطلع على الخريطة اول ما تبلش انت بضرب النار بالرمي. اما الكومبات الخاصيات تبعيتها والاسلحة تبعيتها طبعا هدلون اسلحة تبعيتها، وهي الخاصيات او البيركات تبعيتها. هي الخاصية مثل ما قلناكم ما بتطلع صوت الخطوات انت وعم تمشي، بس انت وعم تركض طبعا خطوات بتطلع. وهي الخاصية كمان تكلمنا عنها اللي هي بتعطي دمج اعلى للاسلحة اللي معك، وهي الخاصية عشان انت تقدر تسوي ايم بشكل اسرع، وهي عشان تقوم اصحابك اللي معك بالفريق بطريقة اسرع.
وهي مثل ما خبرناكم ممكن طلعت معنا، هي عشان او هي لا اول مره بنشرحها يكون عنا، يلي هي انت وقت تطلق على العدو باي سلاح من هدول الاسلحه اللي معك، يا اما البرايمري او السكندري ويبن، حيطلع على الخريطه وبيقدر التيم تبعك يشوف هو وين موجود لو انت عم تطلق عليه. هاي طبعا بتعطيك الهيل بشكل اسرع لو انت نوقت اي انمي. هذه بشكل سريع على شخصية لانسر، وبننتقل لشخصية فانتوم. طبعا هي الشخصية الوحيدة حاليا في الجيم يلي معها سنايبر، هي شخصية السنايبر. الابيليتي تبعيتها يلي هي نانو سموك، هي عبارة عن دخان، لو انت رميت الدخان بيطلع دخان كثيف طبعا، واي شخص من العدو بيكون موجود بهذا الدخان تقدر تشوفه بلون احمر، يعني بتساوي ريفيل لمكانه، بتقدر كمان تطلق عليه لو هو مش ورا الحيط او شيء، يعني بتقدر تشوفه خلال الدخان وبتضرب عليه. بننتقل للاسلحه واللود اوت تبعه، طبعا مثل ما قلت لكم هي الوحيده اللي فيها سنايبر، والاسلحه السلاح الثاني هو الدي ام ار والفرد. هلا طبعا البيركات تبعيتها، هذا البيرك كمان اول شيء بيطلع معانا، هذا لو انت عم تاخذ دمج حدا عم يطلق عليك، لو عندك هذا البيرك حاطه اللي هو الايفيد، طبعا اسم البيرك هون، لو مستعمل هذا البيرك بتقدر تهرب منهم بشكل اسرع، يعني بتصير حركتك سريعه. وهذا البيرك كمان تكلمنا عنه اللي هو انت بتصير مخفي، يعني ما بيقدروا يشوفوك على الخريطه او باللعبه لو هم كشفوك، لو هم استعملوا خاصياتهم وكشفوا اللاعبين اللي ضدهم. اما هاي طبعا مثل ما قلت لكم سواب وريلود، لو انت عم تبدل اسلحه او عم تساوي ريلود بتسرع لك العمليه، هي عشان تسرع عمليه الايم بشكل اسرع، وهي طبعا عشان الهيل او الهيلث ريجنريشن، بتقدر تزود السرعه اللي بيطلع فيها الهيل تبعك طبعا بعد ما تساوي نوك للانمي. وهي مثل الشخصيه اللي قبلها مثل ما قلت لكم، لو انت عم تضرب من اي سلاح من اسلحتك الموجوده معك على شخص ضدك، الشخص اللي ضدك بيطلع على الخريطه لكل اللاعبين بيقدروا يشوفوا وين موقعه. اما الشخصيه المفضله عندي اللي هي رونين، طبعا انا لاحظت بهالجيم هي الشخصيه طبعا من افضل الشخصيات بالنسبه لي، بعدها بيجي عندي شخصيه طبعا ديما. انتوا كمان يا شباب حطوا لي بالكومنتس تحت اي افضل شخصيه عندكم تفضلوها وليش وشو بتحبوا تلعبوا بالشخصيات. طبعا الخاصيه تبعها هي انا بعتبرها خاصيه حلوه ومنيحه، يلي هي السكين يلي معها. طبعا هي السكين متفجره، انت بترميها بمكان واول ما يمرق العدو من جنبه تنفجر فيه وبصير له نوك. طبعا لون الاسلحة تبعيتها عندها الرشاشات والفرد الرشاش كمان. البيركات تبعيتها اول شيء مثل ما قلت لكم، هذا بيخليك تساوي ريلود انت وعم تركض، هذا لو انت عم تاخذ دمج بدك تهرب بهربك، يعني بتقدر تمشي وبتركض بطريقة اسرع، وهي عشان هي طبعا عشان تخفف من الاكسبلوزيف او المتفجرات لو رموا عليك قنابل، بتاخذ دمج اقل، بدل ما تاخذ 100% دمج ممكن تاخذ 80%. وهي طبعا عشان انت تسوي تبديل بالاسلحه وريلود بشكل اسرع، وهي عشان شوف في شكل المخزن، طبعا هي عشان ترجع تساوي لك ريلود للاسلحه اللي معك من دون ما انت تساوي ريلود او تضغط ار او تضغط مربع بالبلاي ستيشن، بتسوي لحالها ريلود وبتسوي لك ريسيت للأمو اللي بتنزل فيه. اما هي الخاصيه طبعا هي لسه اول مره بتشوفوها، خاصيه كتير مهمه هي الخاصيه، وقت تستعملها اي واحد بيكون عم يطلع عليك من مكان بعيد او من خلال 25 متر بيطلع لونه اصفر، لو هو عم يطلع عليك بيطلع لونه احمر، حتى انت تنتبه انه بيقول لك في حدا عم يطلع عليك او مقيم عليك وبده يضربك، حتى انت دغري تتخبى وتقدر تتصرف بهذا الموقف. طبعا خاصية كتير حلوة كمان هدلون، يعني اخر تنتين دائما بيكون حقهم او سعرهم 10,000 دولار، تقدر تشتريهم خلال الجيم. هي بشكل عام البيركات تبعت شخصية رونين. ننتقل للشخصية اللي بعدها اللي هي شخصية سينت. طبعا هذا شخصية سينت شخصية مفيدة، اللي هو بيكون في معه الدرون، هي الابيليتي تبعيته انه ريفايف درون، بيكون معه درون، لو حدا من الفريق معك صار نوك داون وانت بعيد عنه او هو متخبي بمكان وانت متخبي بمكان وما بتقدر تروح لعنده عشان ما يقتلوك، بتقدر تبعت له درون، هذا الدرون بيروح لعنده وبيصحي بيرجع بيقومه. بننتقل للكومبات تبعيته للاسلحه، طبعا هدلون الاسلحه تبعيته والبيركات طبعا كلهم مرقوا معنا بهالمره، هذا عشان تقدر تسوي
موفمنت لو انت عم تاخذ دامج، لو حدا عم يضرب عليك بدك تهرب تتخبى بيسرع لك الحركه، بتقدر تهرب بشكل اسرع، وهذا عشان ما تطلع على الخريطه او على بالجيم نفسها لو هم ساووا كشف للاعداء لو استعملوا خاصياتهم، وهي عشان تسوي هيل او ريفايف بطريقه اسرع للشخصيه يلي معك او يعني للفريق اللي معك. طبعا هي مثل ما قلت لكم كمان للهيلث ريجنريشن، طبعا بصير الهيلث تبعك بيتعبى بشكل اسرع، ولو استعملت هي اللي هي الارمور 25% زياده، بتنزل بدل 100 بتنزل 125 هيلث. واخر وحده هي لو انت عم تطلع من اي سلاح من اسلحتك على الشخص اللي ضدك او العدو ومستعمل هي الشخصيه بيطلع على الخريطه وكل التيم اللي معك بيعرف وين مكانه بيقدر يشوفه. بننتقل للشخصيات يلي بعدها، باقي عنا اربع شخصيات يلي هي سكروتش. طبعا نتكلم على شخصية سكروتش، هاي الشخصية الابيليتي تبعيتها انت لو استعملت هاي الشخصية الابيليتي تبعها انه هي بتطلق طلق فيه نار، بتستعمل هذا الطلق فيه نار بيعمل دمج كتير منيح للخصم وبيحطه يعني بيساويه اون فاير بيخليه عم يحترق. اما اللود اوت تبعيتها طبعا هي الاسلحة تبعيتها بيكون مع SMG وشوتجن والفرد، سلاح الميلي هي عن طريق الايد. اما البركات تبعيتها طبعا اول واحد انه انت بتقدر تسوي ريلود وقت انت وانت عم تركض، اما البرك الثاني بيخليك تقدر تتحرك بسرعة او بشكل اسرع لو هم عم يضربوا عليك وانت عم تاخد دمج. البرك اللي بعده طبعا لو في قنابل عم يرموها عليك بدل ما انت تاخد 100% دمج ويصير لك نوك بتاخد مثلا 80%، يعني بتاخد بنسبة اقل الدمج، وهي عشان تساوي لك ريلود وتبديل أسلحة بشكل أسرع، وهذا درع بتنزل أنت زيادة 25%، وهي عشان تعبي لك الأسلحة مرة تانية. طبعا بس تنوك الانمي الانمي اللي ضدك أو الشخص اللي ضدك لو أنت سويت له نوك بيرجع بتعبى سلاحك مكان أول، يعني مثلا شوتجن في طلقتين أو عندك السلاحات في 30 طلقة، لو أنت نوكت واحد من العدي من العدو اللي ضدك بيرجع 30 طلقة من دون ما ترجع انت تعبي سلاحك، من دون ما تضغط الار او تضغط المربع. طبعا نسيت خبركم على الاسلحة، طبعا كل شخصية في لهم اسلحة مثل ما قلت لكم، والاسلحة في لهم تيارات، يعني بتقدر انت تطور سلاحك بيصير طبعا هون بتلاقي الدمج والهاندلينج والشغلات كله بيتغير. اول مرة وتاني مرة وتالت مرة لكل سلاح في عندك، طبعا هون طبعا بيقولوا لك شو الخاصية اللي موجودة. بننتقل ل طبعا حكينا على البركات تبعيتها، بننتقل للشخصية اللي بعدها هي اللي هو التالون، شخصية التالون. طبعا شخصية التالون هي الشخصية كمان في عندها ability سهم، هذا السهم انت بتقدر ترميه وبتقدر تكشف اماكن العدو خلال هذا السهم، يعني اي واحد قريب على هذا السهم بيطلع لك على الخريطة وبيطلع لك على الماب نفسه او على الجيم نفسه بالجيم نفسه وين مكانه. هدلون اسلحته طبعا، ننتقل للبركات بشكل سريع. هي طبعا مثل ما قلت لكم اول مقطع بتنزل لو انت مستعمل هي البرك بتنزل بتقدر تسوي دمج للشخص اللي ضدك بشكل اقوى بشكل اعلى لكل اسلحتك الموجوده اللي هي الفاير ارم اللي هي اي واحد انت عندك يا اما السلاح الاس ام جي او الدي ام ار او الفرد تنزل بيكون في يعني الدمج تبعك بيكون اعلى. اما الشخص اما البيرك اللي بعده لهي الشخصيه مثل ما قلت لكم هي لو انت عم تمشي مستعمل هي الشخصيه ما بيطلع صوت خطوات، بس طبعا هالنقطه انه انت وعم تركض هي ما بتاثر بضل يطلع صوت خطوات، يعني لازم تضلك عم تمشي ماشي حتى ما يطلع صوت خطوات. طبعا كمان هذا البيرك خبركم عنه عشان قنابل تاخذ دمج اقل، هي عشان تقدر تبدل اسلحتك بشكل اسرع وتساوي ريلود بشكل اسرع. هاي طبعا مثل ما خبرتكم شخصية رنين انه بتقدر تعرف مين عم يطلع عليك وبتقدر تتخبى منه قبل ما يضربك. واخر واحدة طبعا لو انت سويت نوك لانمي بتعطيك هيل وتسوي له نوك بيرجع الهيل تبعك بشكل اسرع، يعني بيرجع بيطلع بشكل اسرع. بننتقل للي بعده اللي هو ترينش. طبعا ترينش عنده الابيليتي تبعيته اللي هو الاسلاك الشائكة، بيرمي اسلاك شائكة على الارض بحيث انه اي واحد بيمشي فوقه تبطئ عملية الحركة تبعيته. اللود اوت طبعا هي الاسلحة تبعيته، ننتقل على البيركات بشكل سريع. طبعا مثل ما خبرتكم هي عشان انت تسوي ريلود انت وعم تركض،
هاي مشان تعطيك دمج اعلى للاسلحه اللي معك، هي عشان القنابل وتيرمو عليك قنابل انت تاخذ الدمج اقل، هي عشان الهيلث ريجنريشن تبعك بيطلع بشكل اسرع، يعني انت تهيل بشكل اسرع يطلع دمك للمية، ودرع 25% زيادة، وهي عشان لو انت عم تطلع على اي احد ضدك بيطلع على الخريطة مكانه وكل الفريق بيعرف وين. اما الشخصية اللي بعدها رح نتكلم على شخصية الفي واي، طبعا بتكون هي اخر شخصية للحين. طبعا شخصية الفي واي في عندها الابيليتي تبعيتها اللي هي السم، يعني بتضرب مثل قنابل على الارض بيطلع مكان في الارض لو انت او العدو دعس عليه بصير مثل بويسن سم، يعني بتصير بتنزل الهيلث تبعيته، يعني انت لازم ما تدعس على السم، هي مثل قنابل النار يعني بس انه ما بيطلع منها نار، بتشوفها بس على الارض ولو انت داعس عليها بيروح من الهيلث تبعك. ننتقل لللود اوت، طبعا هي اسلحه اللود اوت، البيركات تبعيتها طبعا افتر لو انت عم تاخد دمج بدك تهرب، طبعا هي بتسرع لك الحركة، هي عشان تخفيك من الخريطة لو حدا استعمل الخاصية تبعه او كشف اللاعبين اللي ضده. طبعا بهي الخاصية او بهي البيرك انت بتقدر انه تخفي حالك او انه ما تطلع عندهم على الخريطة، ما بيقدروا يشوفوك، هي عشان القنابل لو حدا رمى عليك قنابل بكون الدمج عليك بشكل اقل، هي عشان تسوي ريفايف للتيم ميتس اللي معك او لاصحابك بشكل اسرع، ومثل ما خبرناكم هي لو حدا عم يطلع عليك وذن 25 متر بتقدر انت تعرف وتتخبى او يعني تنقذ نفسك بهالموقف هذا. واخر شيء عشان تسوي لك ريسيت للاميونيشن تبعيتك وتعبي لك سلاحك من دون ما انت تكبس على الار او على المربع وتعبي المخزن، المخزن لحاله بيتعبى. طبعا هدلون الشخصيات الموجودة حاليا باللعبة، وانت في عندك باللعبة البروفايل بتقدر تفوت تشوف الليفل تبعك كم، بتقدر تشوف شو الاوردز اللي انت سويتها او التروفيات اللي فتحتها. طبعا اللعبة فيها لعب مشترك بين المنصات، تقدر تلعب بي سي ضد بلاي ستيشن ضد اكس بوكس ضد سويتش، كلهم موجودين، موجودة اللعبة. طبعا البروسيس تبعك لو انت عم تلعب من البي سي وليفلك 28، عندك بلاي ستيشن وحابب تلعب من بلاي ستيشن، تفتح البلاي ستيشن تشغل اللعبة، بتلاقي نفس البروفايل تبعك، الشخصيات اللي انت فاتحهم موجودين عندك، والليفل تبعك بتضلها مثل ما هي 28، وكل شيء عندك فاتحه، الاورز بيكون مفتوح، ممكن الباتل باس كمان، بس ينزل الباتل باس حيكون البروسيس تبعه موجود على اي بلاتفورم انت شغلت اللعبة عليه. هون اخر شيء طبعا هدلون اديشن للعبة، في عندك الستاندرد فاوندر باك، في عندك الستاندرد فاوندرز باك، في عندك الالتيميت فاوندرز باك، طبعا هدلون هلا حاليا موجودين تقدر تشتريهم. ان شاء الله هيكون غطينا كل شيء للعبة. مثل ما قلت لكم اللعبة فيها لعب مشترك، تقدر تلعب مع ضد اي منصة تانية، مش انه بس بلاي ستيشن ضد بلاي ستيشن او بي سي ضد بي سي، تقدر تلعب ضد اي شيء تاني، بتقدر هون تساوي الانيبل او ديسيبل ل الكروس بلاي تبعك. طبعا هذا هيك حيكون نهاية المقطع لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو عندكم اي استفسارات اي اسئلة اي شيء متعلق باللعبة ياريت تحطوا ليهم بالكومنتس او تكتبوا ليهم على التويتر، وانا ان شاء الله بجاوبكم على كل شيء بتسألوني عليه. لا تنسوا الاشتراك يا شباب بالقناة والدعم ومشاركة المقطع، وكمان لا تنسوا تشغلوا الجرس عشان يجيكم نوتيفيكيشن كل ما اسوي ستريم، لانه انا بالبث دائما بسوي جيف اويز على اكواد للعبه حتى تقدر تلعب وتعطينا رايك باللعبه. ونختم ان شاء الله المقطع وبنشوفكم على خير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، عيد اضحى مبارك للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.